السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان كريم. هذا نهار اولى فطور ديال رمضان وهانتم معنا. وعندنا هذا خليت هنايا بس يبقى سخون، عندنا الملوي مشحمة والخبز وباغيت وهادو اللي سباكية وهادو تمر واتاي شب زميتة وحريرة، والحمد لله الخير موجود. يا حبيبي رمضان مبارك الإخوان، والله يقدرنا عليه ويوفقنا إن شاء الله في الشهر الكريم هذا. وهذا الشيء اللي كاين، راني شاركت معكم أول فطور عندنا هنايا ديال رمضان الأول، وانتم كتشوفوا الأجواء كيفاش دايرة. الحمد لله على كل بقولة بقولة صافي، وهذاك الشيء. ورمضان كريم خاتي. يال ليلى صافي اخواتي، الحمد لله صليت المغرب ومن بعد فطرنا جمع الطابلة. ليلى عوناتني شوية، عرفتوا اخواتي اول الصيام ديال رمضان، اليوم السوق زعما، اليوم السوق حالتي راسي ثقيله بزاف. هذاك ساعه مع السواخه، هذاك ساعه مشينا في السوق، مشينا هذولي خاصنا زعما خضار وفواكه، وجاني دوخه وقريب لعدى المغرب ومازال ما صوبت والو، مازال ما درت والو. صافي حطيت غير سيلي على قسم الله، يعني عندي في الفريجو شويه بقوله وشويه شويه حريره، وعندي في الفريجو شويه الملوي معمر بالشحمه، واكلنا هذاك الشيء، فطرنا هذاك الشيء اللي قسم الله، والحمد لله الخير موجود. صافي هذاك ساعه اخواتي تكيت، ما خديش ندير والو، تكيت وحسيت راسي ثقيله وندق دقه. صافي نعست، وصافي هذاك ساعه تشوفوني دابا فايقه، ولقيت مازال ما جمعت كلشي ديال الفطور وديال الخضار. انا كنت غسلت هنايا الفواكه بس تكتر، وما خديش نكمل هذاك الشيء اخواتي، ضروري نتكي. وهذاك ساعه نعست انا، وصافي حتى دابا كتشوفوني فايقه وغادي نجمع هذاك الشيء روينه، والحمد لله دابا انا مزيانه. هانتوما فواكه هنايا ومعين هنايا، كل شيء الدنيا تقلبات، ولكن ماشي مشكله دابا غادي نجمع. صراحه اخواتي ما نكذب عليكم، يعني مسؤوليات صعيبه بزاف، يعني الله يكون معنا يا رب، وخصوصا عندك وليدات صغير، خصوصا يوسف وليلى مازال صغارين، الله يكون بعونا يا رب. وصافي هذاك ساعه اخواتي خليت ليلى نعس دعبة ويوسف نعس دعبة، وصافي هذاك ساعة جمعت كل شيء قبل النود هما، يعني خاصني قلت راسي خليني نجمع هذاك شيء قبل النود يوسف. ورفضت اختي هذاك ساعة، مشينا في السوق، مشينا في المارشي بس نجيب بس نسخر هذولي، خاصنا تحسبني غير احنا اللي ما تسخرنا. قلت راسي صافي، يعني ناس تسخروا قبل رمضان، ولكن والو اخواتي لقيت ناس في المرشي، الزحمه بزاف، وحتى الطريق مقفلين، يعني الطريق ما عرفش كاع كيفاش غادي تدوسي في الطريق. مشينا انا ومحمد وليلى ويوسف، ما هزينا يوسف كاروسه ديال يوسف، ما عرف كاع كيفاش ندير باش يدوس في الطريق. ناس زحمه تتسوخ وتجيب لي خاصهم. وهذاك ساعه تما جاني دوخه تما، قلت محمد صافي
جبنا لي خاصنا، خلينا نرجعو في الدار، ما بقى والو، وغار يعدن ما بقى والو، زعما غار يعدن المغرب ومازال ما درت والو. ولكن الحمد لله عندي شي حاجه، يعني ما درت والو، هذاك ساعه عندي شي حاجه في الثلاجه ولا في الفريغو، شي لي مزيان خواتي، بحال دابا تطيب شي حاجه وبقى لك في الفريغو، اذا يجي وقت لي ما قدش ديري شي غير طلعي وتسخنيها. وهذاك الشيء اللي صار معي اليوم الحمد لله. صافي هذاك ساعه جمعت خواتي هنايا وغسلت، غادي نغسل هنايا الامواعين، و ليلى ويوسف مازال دابا ناعسين، قلت راسي خليني نجمع هذاك الشيء دغيا دغيا قبل ينودهم. انتم عارفين زاد تنود ولاد اخواتي، تتنود ولاد ما عارفش كاع فين غادي تبدع. وصافي هذاك ساعه جمعت هنايا وغسلت، كملت هذاك الشيء اللي روينا في كوزينه، وهانتما معاي هادو لي متتبعين ديالي اللي كتسول فين وصلوا خالتي وعمي في العمره ديالهم. الحمد لله خواتي هم بخير على خير، دز رمضان ديالهم تم في المكه، ولكن ان شاء الله غير يعيدوا هنايا العيد الصغير، قبل عيد صغير ان شاء الله غير يعيدوا هنايا في المغرب، ولكن دابا مازال غير يبقاو تما. صافي جمعت هنايا كوزينه اخواتي، وباقي لي غير نتمسح هنايا البوطه ديالي. وبصراحه هادو لي بخخ اللي اشتريته هذا كان نهار نفعني بزاف، يعني دغيا دغيا تتبخخي ودغيا دغيا تتمسى وتتحيد هذاك الشيء اللي طايحه في البوطه ديالك. صافي هذاك الشيء جمعت كوزينه ومسحت بوطه، وقلت راسي خليني نجمع كل شيء، ما حدا دابا ولادي ناعسين. وهنا جمعت الصالون ديالي، غادي نجمع الصالون ديالي، نتوما عارف انت تفطر، نحنا تنفطروا هنايا تطيح فيها الماكله بزاف. ورفتو خواتي دابا تنتعطل بزاف بس نلوح كل الفيديوهات ديالي، صعيب علي بس نمونطي، بحال دابا تندير فطور، تنجمع تنوجد فطور ديال رمضان، صعيب علي بزاف بس نمونتي لكم فيديو. بحال دابا مثلا هذا الفيديو نهار غدا ولا بعدو عاد كنحط في اليوتيوب، زعما ما عنديش وقت الصراحه اخواتي. شي مره تنسى انه عندي فيديو خاصني نحط، ولكن غادي نحاول ان شاء الله. هي سي غادي ندير في رمضان، هي سي غادي ندير فطور، غادي نحاول نشارك معاكم. وهذا الشيء اللي كاين اخواتي، وهانتوما معايا هنايا اخواتي، هانتوما غادي نشطب هنايا في الموكيت ديالي. انا بغا ندوس في الاسبيراتور، ولكن انتم عارفين الناس دابا ناعسين، ناس ناعسين وما خاصنين بزتهم، يعني شو ما علي غادي نكون صداع، هذول الاسبيراتور صداع بزاف. صافي قلت راسي ماشي مشكله، غادي ندوس غير الشطابه هنايا دغيا دغيا، احسن من نخلي هذاك الشيء هكا. وصافي ماشي مشكله ودوز هنايا دغيا دغيا والحمد لله. وصافي اخواتي الحمد لله على كل الحال، جمعت كل شيء ومعاين خليته تكتر هنايا، حتى غادي نحطه في البلازه ديالو. وجمعت كوزينه وحكيت لافابو وحكيت كل شيء هنايا، وعرفتو خاتي شحال راه تتحسسي دابا كل شيء مجموع. ومازال وليداتي ناعسين، ودابا غادي ندوركم شي شويه هنايا، والبوطه ديالي مسحت مزيان، ودابا بغا غير نرتاح خواتي. بصراحه عييت يعني جمعت كل شيء، وما قالت ما جمعت، مازال وليداتي نعاس قبل فايقه وخاصني نتكي شويه، ومازال غادي نفكر شنو غادي ندير السحور. ويلا انتما معايا اختي، حتى هنا جمعت هنايا شطب هذا ارض اللي طايحه تما، لي وسخ زعما اللي طايحه في الارض. وهنايا في الصالون ديالي جمعت، ولكن كان انا بغا نتكي وبغا نرتاح، ولكن والدي يوسف جا وقته فايقة، جا وقته زعما
هذاك ساعه اللي بغا نرتاح يجي وقته فايقه، ولكن ماشي مشكله. اصلا ما تدير لي بالسعله بحال دابا يوسف، الحمد لله تبارك الله ظريفه، وما تدير لي بسعله. يوسف يوسف والدي، بغا نقول لكم، بغا نوريكم شي هادو لي ريدو لي تما في الشرازم، هانتم انا نوريكم كيفاش درتو، وبغا ناخذ رايكم كيف جيكم. صافي دابا مجموعه صالون ديالي، وهنايا تندير هنايا اللعاب ديال ليلى، بس دغيا دغيا ليلى دائما اي وقت بغى يجيب اللعاب ديالو صايب علي لايك، صايب علي زعما كل نوبه نجيب تما في الصندوق تما. وصافي قلت راسي خليني نحطو تما اللعاب ديال ليلى. هانتوما اخواتي هذا هو الريدو ديالي، قلتكم كيف جيكم. انا درت جاني هيك احسن، يعني درت فوق علاقته فوق احسن من غير ندير تما وطويل الريدو ديالي طويل بزاف. حتى قولي له رايكم في الطالعك ان شاء الله كيف جيكم، جاني هاك احسن. هذاك سا اخواتي لحيت الفيديو ديال الصالون ديالي، هذا بزاف الناس قالوا لي في الطالعك هذا ريدو ديال الصالون، يعني ما جاش مع فوتي. ان شاء الله ان شاء الله دابا غادي ندير شي شبقه ان شاء الله، ما عرفش، ولكن دابا مازال ما ناوي، يعني مازال ما فكرت نبدل هذاك الشيء، اصلا مازال جديده وما غادي نضيعها، وزياني زوين هكا علاقتو الفوق كيف جيكم. المهم اخواتي هذا هي نهاية الفيديو، اتمنى انو عجبتكم هذاك الشيء، ما تنساوش ديرونا لايك وتبارتاجو، وشكرا بزاف على التعليق ديالكم زوين. نشوفكم في الفيديو اخر، مع السلامه.